بعد المماطلة ديال السلطات المحلية لمدة أيام من أجل أننا نتوصلوا بقرار نهائي من أجل استغلال هذا المقر لتنظيم الندوة الصحفية ولتنظيم اللقاء الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. كنت فاجئوا اليوم بإغلاق المقر رغم أننا كنت وصلوا بالترخيص ديال الاستغلال ديالو. كيجي يعني هذا التضييق هذا الجديد في إطار المسلسل اللي كتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعني منذ سنوات، ولكن تزايدت الحدة ديالته منذ 15 يوليو تاريخ يعني التصريح ديال وزير الداخلية بأن الجمعيات الحقوقية تشتغل لحساب أجندات خارجية وبأنها تسود وجه المغرب على المستوى الخارجي. اليوم حنا كنمدوا بهذا الإغلاق اللا قانوني للمقر في وجه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكنقولوا للمسؤولين بأن هذا التضييق والتعسفات والاستفزازات اللي كتعرض لها الجمعية لن توقف هذه المسيرة ديال الجمعية، وأننا سنستمر في النضال وسنستمر في مؤازرة المواطنات والمواطنين ضحايا انتهاكات ديال حقوق الإنسان. ولا يمكن للسلطات بأي حال من الأحوال أنها تزرق على الانتهاكات اللي كتقوم بها، ولا تكون واهمة إلى اعتبرات على أنه تضييق على الجمعية سيحد يعني من أن العالم كله يعرف حقيقة المخزن المغربي ويعرف حقيقة ما تقوم به السلطات المغربية من انتهاكات. صوت ديال الحركة الحقوقية، صوت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هو ضمير هذا المجتمع، هو ضمير مواطنات المواطنين، وبالتالي سيستمر في النضال. كنحييكم على هذا يعني الوقفة الرمزية اللي كنعلنوا فيها على التنديد ديالنا بهذا التعسفات وبهذا التضييق. آخر ما قامت به السلطات وليس الأخير هو اقتحام المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو الاعتداء السافر على عضوة الإدارة وعضوة اللجنة الإدارية الرفيقة ربيعة البوزيدي، وكنعتبروا على أن تضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ما هو إلا تعبير عن عدم إرادة الدولة على أنها تحترم حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها. ولكن مع ذلك سنستمر، استمرت الجمعية والجمعية تخلقات في سنوات الرصاص في 1979 في عز سنوات الرصاص، وستستمر الجمعية رغم التضييق ورغم العنف ورغم الاستفزازات، وغنفتحوا هذا المخزن وسنستمر في فتح المخزن وسنستمر في فتح الانتهاكات كيفما كانت، وسنستمر كذلك في دعم المهاجرات والمهاجرين المهاجرين جنوب الصحراء الحاضرين معنا في هذه الوقفة الاحتجاجية. كما نحيي عاليا المنابر الإعلامية سواء المواقع الإلكترونية بالنادور أو مراسلي الجرائد الوطنية. تحية مجددا. إذا بداية ندين الهجوم الشرس على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو الهجوم الذي تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من تهديدات وقمع وحصار ومحاكمات ومنع وامتناع عن تسلم الملفات القانونية للفروع التي تم تشديدها منذ تصريح مشؤوم لوزير الداخلية بالبرلمان. كما ندين اقتحام المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف عناصر الشرطة ومحاولة قتل الرفيقة ربيعة البوزيدي عضوة اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومسؤولة الإدارة المركزية. من هنا نحيي الرفيقة ربيعة البوزيدي. يا حصاد يا ملعون جمعية في العيون، يا حصاد يا ملعون جمعية في العيون، يا حصاد يا ملعون جمعية في العيون، يا نضال يا ملعون جمعية في العيون. إذا القافلة التي نظمناها والوقفة التي ننفذها الآن تأتي في هذا المكان بالضبط نظرا لرمزيته، تأتي في سياق مسلسل الانتهاكات المستمرة والشبه اليومية التي يتعرض لها المهاجرون والمهاجرات جنوب الصحراء من طرف القوات العمومية المغربية والقوات الإسبانية في أماكن تواجدهم بغابة الندور أو أثناء محاولاتهم العبور إلى ماليزيا المحتلة، حيث تستعمل في حقهم كل أساليب القمع والبطش والتنكيل وحرق الخيام البلاستيكية والأغراض البسيطة من ألبسة وأفرشة وأدوية، وسلب لأموالهم وهواتفهم النقالة، ومعاملتهم معاملة سيئة أثناء توقيفهم ونقلهم واعتقالهم في مخافر الشرطة والدرك و
واعتقال بعض الجرحى بسبب خطورة الإسلاك الشائكة أو بسبب تدخل العنيف للقوات العمومية المغربية والإسبانية من داخل المستشفى وإبعادهم عن المدور، كما تتم الاستعانة بعناصر بزين مدني يعني بزين مدني لمراقبة تحركات المهاجرين جنوب الصحراء. هؤلاء الذين تجندوا معاملة النظور يتقاضون أجرا بالإنعاش الوطني. إذن مآسي أخرى يعيشها المهاجرون والمهاجرات جنوب الصحراء، حيث في بداية سنة 2015 عرفت شواطئ النظور مأساة إنسانية تمثلت في غرق العديد من حوارب الهجرة السرية. خلال هذه المدة 16 جثة لمهاجرين ومهاجرات، وجثة أخرى لفتتها مياه البحر مؤخرا أو يوم الأربعاء الماضي بكورنيش النظور. إذن مما يدل على تنامي استعمال طرق الهجرة الخطيرة عبر البحر بعد انسداد أفق التسوية والحصار الكبير الذي تعرفه الحدود مع أمليلية المحتلة، بالإضافة إلى تبني السلطات لمقاربة قمعية اعتمدت تفكيك جميع المخيمات بإقليم النظور، حيث عرف الإقليم ابتداء من 10 فبراير الجاري حملات تمشيطية واسعة ومتواصلة تم من خلالها إحراق الخيام وإتلاف أمتعة المهاجرين وتركهم في العراء مع اعتقال المئات منهم، بمن في ذلك النساء والأطفال والجرحى تم توقيفهم من داخل المستشفى واحتجازهم بمفوضية الشرطة لساعات. سويات الوضعية كاذبة مخزانية، سويات الوضعية كاذبة مخزانية، سويات الوضعية كاذبة مخزانية، سويات الوضعية كاذبة مخزانية. وفي خرق سافر لحقوق المهاجرين وللمساطر المتعلقة بالتوقيف، قامت السلطات الإقليمية بفتح مركز الاحتجاز للمهاجرين المعتقلين بشاطئ قرية أركبال قبل نقلهم إلى عدة مدن وتوزيعهم على عدة مراكز للاحتجاز في ظروف مهينة وخارج أي مراقبة قضائية ودون السماح للجمعيات بزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم، وهو ما يعتبر حرمان من الحرية خارج أي إطار قانوني وفي أماكن لا تقع تحت سلطة ومراقبة المؤسسات السجنية. إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندين الحملات التمشيطية والاعتقالات التي يتعرض لها المهاجرون والمهاجرات، ونطالب الدولة المغربية باعتماد سياسة واضحة في مجال الهجرة واللجوء أساسها المقاربة الإنسانية والحقوقية وليس المقاربة الأمنية والقمعية. إذنا شعبية المقاربة الأمنية، 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 إذنا شعبية. كما نطالب في الأخير مطالب الدولة المغربية بإطلاق سراح جميع الموقوفين والمعتقلين جميع يعني المهاجرين جنوب الصحراء والمهاجرات، وتحية لكم وتحية للجسم الصحفي بالنظور وللمراسلين، وتحية مجددا.